مرحبا بكم في ولايه وهران في تربص الحكام الخاص بحكام النخبه، وذلك لتحضير الموسم الكروي الجديد. لنظن انه موسم ان شاء الله راح يكون موسم استثنائي وتاريخي، لانه اول مره في الجزائر راح نطبق تقنيه الفيديو في الرابطه المحترفه الاولى. نهضر معاه هو مرتاح، حنا نمد الكارطون بيسك هذه دي ليبيغي. نو انا ما تبانليش دي ليبيغي، ما نمدش ديسكوتي معاه كل شيء. كي نخرج بلا ديسيزيون، لكن كاين كارطون عليه هو كتاه وكيفاه. 15 داكور سي بون عاود وليتو. حنا متواجدين في تربص حكام النخبه لبدايه الموسم، تحضير البطل المحترفه ان شاء الله الاولى والثانيه. ما يخفلكمش باللي كاين هناك حكام جدد تحصلوا ديرنييرمون على رخصة الفار، وحنا اللي عندنا من قبل الرخصة هذه، وفيه مزيج بين ليكسبيريونس ولي نوفو زاربيت اللي عندهم الرخصة. ان شاء الله رب العالمين ربي يوفقنا باش ننجحوا ان شاء الله في الشامبيونا ولا لونسومون تاع لا تيكنولوجي دو فار في البطولة المحترفة الاولى ان شاء الله. Thank you.